يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما حرف اليهود والنصارى ما أنزل الله عليهم من التوراة والإنجيل، فهل يسمون أهل كتاب إلى الآن؟ نعم، يسمون أهل الكتاب إلى يوم القيامة وإن حرفوه، لأن حجة عليهم. ولهذا الله جل وعلا يناديهم يقول يا أهل الكتاب، من باب التعيير لهم، كيف أنتم أهل الكتاب وترتكبون هذه الأمور؟ نعم.